Okay, seems to be good, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahlan wa sahlan bikum jami'an fi halqa jadida min sahratna al-yawmiyya. Kul yom, zay ma awadnaku, الساعة 8 bitawqeet Ottawa wa Toronto. وفي برنامج رائع إن شاء الله يعجبكم جميعا في حلقات ومواضيع تفيد معظم أبناء الجالية، ونأمل أن يكون فيها فائدة للجميع، لأن معظم الحلقات أو المواضيع بنختارها سرنا من آرائكم اللي بتمدونا فيها، زي الحلقة تبعت اليوم اللي هي حتكون عن التخطيط المالي والنصائح المهمة للتخطيط المالي خلال فترة الأزمة الحالية، وخاصة في ناس كتير عم تفقد أعمالها. هذا صراحة كانت بادرة وتطوع من أخونا وصديقنا المستشار المالي الأستاذ خالد القدرة، أهلا وسهلا فيه ومشكور جدا على تطوعه، لأنه هذا اللي بدنا إياه إحنا من الجميع. إحنا مش رح نقدر نوصل للجميع، لكن الجميع عنده صار إيميلاتنا أو طرق التواصل على الفيسبوك، وفعلا يعني الموضوع مهم جدا، كان بالحسبان بس ما كنا مفكرين إنه نطلع فيه لايف، لأنه نسمع من ناس كتير، بس لما يكون معك مستشار وإنسان شخص عارف فيما يفعل فأكيد راح يعطينا معلومات مهمة جدا. نرحب بك أستاذ خالد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، الله يبارك فيك. أهلا أستاذ خالد، يعطيك العافية، وأكرر شكرنا لجهودك ومبادرتك الحقيقة لأنك تكون معنا وتفيد الإخوة العرب في كل ما يحتاجوه في التخطيط المالي في هذه المرحلة. لما بنتكلم عن تخطيط مالي بنتكلم عن تخطيط بالأخير. ألو أستاذ محمد، أستاذ محمد، أوكي. طيب، عادة لما نحكي إحنا عن التخطيط المالي، التخطيط المالي بيكون هدفه الأول والأخير هو أن نصل إلى بر الأمان في الموضوع الأموال والفلوس اللي معنا، وكيف نقدر نستخدمها في الوقت المناسب وفي الطريقة المناسبة. طبعاً اللي إحنا عارفينه إنه في الوضع الحالي في ناس كتير تأثرت بالموضوع الأزمة، وخاصة السلف إمبلويد واللي بيشتغلوا كونتراكترز وشغلات زي هيك، هدول كتير تأثروا في الموضوع. الآن اللي إحنا بنحكيه والأستاذ محمد كان بادئ فيه طبعا، اللي هو موضوع التأثير هذا، هل متوقع إنه يستمر لمدة طويلة من توقعاتك الاقتصادية؟ مش عم بحكي توقع صحي ولا توقع سياسي، من توقعاتك الاقتصادية كم متوقع إنها تستمر هاي الأزمة؟ حسب على مين نتكلم. هلأ في اللي الكل معطيات ايش بتقول انه حيكون في جاب بالناس اللي بتاخد انكم من نوع معين، مثلا اذا انا دخلي مربوط بناحيه كوميشن ولا فول تايم ولا ايش طريقه دخلي، او اني عندي بزنس او بشغل تريدر لحالي، او انه انا الدخل تبعي مربوط بفول تايم انا ما تاثرت نهائي. فهو التاثر هذا مدته حسب وين دخلك انت، من مين بتستلمه، شو قطاعك اللي بتشتغل فيه، على أي أساس بنوجهه. ما حد بيعرف للأسف كم الوقت هذا اللي بدنا إياه، لأنه ما عندنا نهاية للإفكت الرئيسية اللي بدأته واللي هي الكوفيد 19. ولكن التخطيط المالي لما نيجي، إذا واحد بده يفكر بالتخطيط المالي واللي هو مهم بهاي اللحظة، لأنه إحنا ما بنعرف متى حينتهي، بتقسمه لثلاث مراحل، 4 شهور، بعدين بتاخده لست شهور ولسنة. فانت بتتوقع انه تسوي ثلاث مراحل، بتقول طيب انا يمكن ما تأثرت بالموجة الاولى، يمكن تأثر انا بعد شوي لو طولوا الجاب هذا تبع اللوك داون ولا
إذا أنا بدي خدمات للناس وهذا القطاع برضو تأثر، أنا ما بعرف وين حينتهي. اللي بيصير إنه هلأ إحنا كل يوم عن يوم كنا بنتابع الحكومة، بنشوف شو هم بيشوفوا السبريدينج، وعليه بياخدوا مور كوشس أو بياخدوا خطوات أكتر، يا بيسكروا يا بيضيقوا يا بيفتحوا. فما حد بيعرف متى حينتهي، بس إذا واحد بده يخطط صح يخطط لأربع شهور ويخطط لسنة ويكون عنده قابلية إنه يكون فاهم شو اللي ممكن يطلع منه. طيب أستاذ خالد، اليوم لما بتكلم عن خطة، أنا بدي أوصل لأهداف معينة، خلينا نأخذها من البداية. أنا الآن بتكلم عن تخطيط مالي، أنا فعليا في هذه المرحلة شو هو اللي بدي أوصله؟ شو توقعاتك إنه إحنا أو الشخص خلال هذه الفترة لازم يهتم فيه حتى يوصله؟ إيش هي المستويات أو المراحل أو نحكي عن الأهداف اللي خلال هذه الفترة الزمنية يجب على كل واحد فينا أن يهتم إنه يحققها؟ وبناء عليه بعد هيك نبدأ نشوف كم هذا تحقيق هذه الأهداف كم حياخذ منا وقت، وشو محتاجين إلها عشان ناخذه يعني نستعد فيه، وشو ممكن إحنا نواجه من تحديات ومعوقات ومخاطر ممكن تعيق حركتنا نحو هذه الأهداف وتحقيقها. فأنا بالبداية بدي أعرف، أنا الآن لما بتكلم عن خطة مالية، الخطة المالية شو بدها توصل؟ لوين بدها توصل فينا؟ شو بدها تساعدنا؟ هو أهم هدف للخطة المالية إني أطلع بصراحة إيجابيتين من أي موضوع، أزمة أو ضغط بالوقت أو ضغط بشكل معين من الشغل. الخطوة الإيجابيتين اللي بدي أوصل لهم، الإشي الأول أعمل اختيارات صح خلال الأزمة. أنا عندي اختيارات عدة، بس بدي أعرف أي اختيار أبدأ أختار أول ما تصير عندي نقص بالسيولة أو نقص بالدخل، من وين أبدأ أخذ أغطي هاي النقص أو الشورتج تبعي. الإشي الثاني اللي أنا أي واحد لازم يفكر فيه، إن هو أنا كم المدة اللي بقدر أعتمد على مصادري فيها قبل ما أخذ خطوات تانية، مثلا إني أراجع البنك أو أشوف صاحبي أو أروح لحساب معين أسحب منه، مثلا حساب الريتايرمنت اللي هو الRSP أو أي other sources، أو أروح على line of credit. فأنا عندي tools، أنا الخطة كيف تنبني؟ إنه أول إشي أنا لازم أقيم وين أنا اليوم، كم عندي، شو عندي tools، شو عندي نوع حساباتي، شو عندي credit lines، شو عندي facility مع البنك، أعرف وين أنا وشو اللي متاح لي. معلش إذا بدي أقاطع، بس علشان أنا أرتب السؤال تبعي أو النقاش تبعي. اليوم إحنا نتكلم عن الخطة، هل إحنا كلامنا عن خطة اعتيادية ولا عن ريسك بلان، عن خطة مخاطر؟ بنعتبر المرحلة اللي فيها إحنا هاي مرحلة مخاطر، والآن بنجهز خطة لهذه المخاطر، ولا هي خطة عامة، خطة روتينية، خطة اعتيادية مالية؟ هاي خطة مخاطر، وهاي خطة لأنه صار عندي إفكت أنا ما حسبته وما بعرفه اللي هو الكوفيد-19، فأنا بدي أقيم شو ممكن أتأثر خلال الفترة هاي. الفترة هاي ممكن تقعد 4 شهور، ممكن شهرين، ممكن 6 شهور، ممكن الناس اللي تفقد وظيفتها تفقدها لشهرين 3، ممكن تكون نهائية إذا طلع برا الاندستري تبعه. فأنا بدي أحط خطة تقيم وضع اليوم في ظل الأزمة هاي، وين أقدر أطلع منها أو وين أقدر أوصل لأحسن مستوى منها يعني. جميل. فهذا الهدف من الخطة في خلال الأزمة يعني. بالحالة العادية حتلاقي الناس يمكن ما بيفكروا بالخطة، لأنه هو ماشي أموره، الدخل ثابت، بيدخل بيدفع عليه والأمور ماشية، ولكن يوم حتأثر الدخل. طبعا بس توضيح للإخوة اللي بيشاركونا، أنه لما نتكلم عن خطة المخاطر، نتكلم عن المخاطر، إحنا بنتكلم عن خطة المجهول. يعني تعريف المخاطر هو الأنون، يعني شيء اللي مجهول. لما يكون في عندي مجموعة من الأمور اللي مجهولة، بيبدأ التعامل معها على أنها مخاطر، وبتبدأ المخاطر هاي نبدي لها خطة ونعملها ريسبونس
وبناء على هذا الكلام نحدد إذا بدنا نعمل mitigation أو بدنا نعمل alternative solutions وحلول مختلفة، حلول أخرى بديلة من أجل الوصول للأهداف تبعنا، أو على الأقل الاستقرار على أهدافنا الروتينية اللي إحنا بدنا نوصلها. فالمخاطر كل ما كان في عندنا شيء مجهول، معنى ذلك أنت حترفع فلاج التخطيط المجهول اللي هو تخطيط المخاطر. نعم. على الأقل إنه بتكون غطيت جانب من هذا الريسك أو هذه المخاطر، يمكن يعني ما غطيتها كلها بس غطيت جانب الفاينانس اللي إحنا كلنا بنعتمد عليه. وفي خطط تانية مثلا للهيلث يمكن الناس المتخصصة فيه بيقول لك، وكيف تطور مهاراتك هاي الناس المتخصصة. فالدخل واحد من أهم الأشياء اللي إحنا بنعتمد عليها، وإذا غطينا نوعا ما المخاطر اللي فيه يمكن يكون المخ فاضي أكتر إنه يفكر بأشياء تانية مهمة وياخذ باله منها في الوقت هذا. نعم أكيد. أنا يعني حتى من الهيلث كير مانجمنت تعلمت شغلة اسمها سمارت بلانينج. طبعا أول شغلتين مهمات يعني لازم نحكيهم هون، وأعتقد إنه الأستاذ محمد هو يعني أعلم مني بهذا الشيء، لكن والأستاذ خالد اللي هو you have to write your plan، يعني البلان اللي حاطه بدماغك هذا بس بدماغ هذا راح يطير بعد نص ساعة بس تأكل لك أكل دسمة يعني. لازم تكتب البلان لأنه not written not done. وتعلمت شغلة مهمة اسمها smart planning، الاس اللي هو subject، لازم تعرف شو بدك، لازم تعرف وين انت رايح. الام اللي هو measurable، يعني لازم يكون لك طريقة تحديد، يعني أنا بدي أضعف 3 كيلو. بعدين لازم تكون achievable اللي هي A، اللي هو achievable يعني إنه أنا مش هحكي إنه حضعف 50 كيلو بشهر، أوكي، لازم أضعف بالطريقة اللي ممكن أضعف فيها فachievable. الثلاثة اللي هو rated اللي هي أو الأربعة اللي هي rated السمار اللي هي rated، لو إنك تقدر تعملها مراجعة إنه أوكي أنا وصلت لهذا الشيء، في أشياء ممكن ما نقدر نوصلها فما بنقدر نحطها. والأخيرة اللي هي التي اللي هي التايم، لازم يكون عندك وقت، إنه أنا زي ما حكى الأستاذ خالد 4 أشهر 6 أشهر. فيعني حبيت أضيفها الإضافة وشكرا لك. جميل جميل جدا. طب في سؤال سريع هيك، زي ما أنت عارف إنه هاي الأزمة يمكن تأثر على سلوك الأشخاص والشركات بعد هاي الأزمة، في كتير رح يصير تغيرات في ورح نضع تحت الأمر الواقع الأونلاين ووركينج والورك فروم هوم. شو توقعاتك لهذا الموضوع؟ شو الأستاذ محمد؟ أنا يعني تحمست شوي. لا رائع، أنا بنبسط كل ما تتحمس. الله خليك. هو انقسم السلوك إنه حيتقسم لقسمين صراحة، في سلوك للأشخاص حيتغير وفي سلوك للشركات حتتغير. فإذا بدنا ناخد سلوك الشركات كلها تقريبا كانت كلها بتفكر كيف أكون more cost effective أو أنه أقل المصاريفي، أزيد معدل إنتاجية الموظفين، أحاول أوفر شوية إيجارات. هاي كلها كانت مبنية على أنه إذا بقدر أخليك virtual تشتغل من البيت أو تشتغل من مكان بدون ما تيجي على الشغل. فزي هيك أزمة سوت ترو تيست، سوت سيناريو فعلي للشركات إنه هل بنقدر ندير الشركات هاي أو نشتغل في الشركات هاي من عند البيوت. وأعتقد إنه الأنسر في كتير دول كانت إيجابية جدا. فزي هيك أزمة حتسرع الشفت تبع البيهيفير تبع الشركات، فحتلاقي إنه بعد ما نرجع كتير من الشركات بدوا هلا يدرسوا حاجة اسمها crisis management. أنا بدي أعرف إذا هاي الأزمة إجت مرة تانية بدي أقدر كيف أحلها، كيف يكون عندي بلان أوتوماتيك لهيك أزمة. واحدة من أهم الخطوات اللي حياخدوها، حتلاقي كتير شركات من خاصة يمكن الاي تي كان في معظمهم، هلأ حيكون تقريبا كلهم، حتلاقي إنه they'll push people out. شركات البنوك صراحة اللي هو أحنا والاستثمار برضو هذا good push لأنه حيكون إيجابي جدا للشركات. بالنسبة لسلوك الأشخاص
برضو مبني لقسمين. في سلوك حيتغير بالشغل، صح؟ بطريقة أنا شغلي من البيت، يمكن مع خلال ظروف مثلا الأولاد، الزوجة، الظروف المحيطة، أفهمهم أنه أنا هذا الوقت محجوز للشركة، هذا الوقت موجود في مكان معين، أم سكر علي المكتب، هذا كله وقت للشغل وأنا موجود في البيت، أنا مش معاكم في هذا الوقت. وفي سلوك تاني اللي هو اللي حيأثر على الاقتصاد صراحة، اللي هو سلوك الأشخاص بعد الأزمة. بعد الأزمات زي هيك الناس ما بترجع لطبيعتها بسرعة، الناس بتكون لسه بتاخد الحيطة أكتر، بشوية بيخافوا يسووا جاذرينج كبير، بيخافوا ينزلوا المسابح بسرعة، بيخافوا يسافروا دول كانت متأثرة أكتر. فهذه حتختلف كتير يعني مع الأشخاص، البيهيفير بيسموها يعني شف. طيب يعني انا الان يعني بس علشان اعمل امور ستراكتشرد، احنا الان بنتكلم عن خطط مخاطر، والمخاطر بنتكلم عن تحديد الخطر، وتحديد الخطر مثل ما تعلمنا اللي هو النون انون، يعني المجهول المعلوم، يعني في شيء مجهول احنا مش عارفين تحديده، حيترتب علينا مثلا قصور مالي، حيترتب علينا مشكلة في الانكم، حيترتب علينا مشاكل في زيادة مصاريف. هذه كتايتل معروفة، لكن تحديدها بالضبط كم حتكون الأذى تبعها، كم حيكون التأثير تبعها، هو اللي بيكون مش معروف. وبالتالي النون انون هذه هي المخاطر. اليوم هل في عندنا مجموعة أو حزمة من المخاطر؟ طبعاً إحنا عندنا في طريقة إدارتنا بنعتبر الخطر قد يكون نيجاتيف وقد يكون بوزيتيف، قد يكون أوبورتيونيتي وقد يكون ثريتس. فهل أنتم عندكم نفس المنطق؟ وهل تحددت من خلال دراستكم، هل لاحظتوا مجموعة من المخاطر ممكن تحيط بالفرد؟ أنا اليوم بتكلم عن الفرد، بتكلمش عن المؤسسة. أنا عندي شركة، لكن أنا بتكلمش عن الشركة تبعي، أنا بتكلم عني أنا كفرد. هل هناك من خلال دراستكم تحديد لمجموعة من المخاطر اللي قد تصيب الفرد في هذه المرحلة، مخاطر مالية؟ نعم. طبعا بوزيتيف أو نيجاتيف. هلأ أنت يمكن قلت 100% صحيحة الفكرة، إنه في مخاطر حتكون إيجابية لأشخاص، هاي الأزمة حتكون جدا إيجابية من ناحية الدخول، حتزيد، حيزيد الطلب عليه، حيشتغل أكتر وفي قطاعات كتيرة. وفي ناس حتتأثر سلبا، وصراحة في ناس قليلة مش حتتأثر أبدا، حيضل عادي ستريم ماشي. الإشي الوحيد اللي اختلف إنه مش حيقدر يطلع كل يوم الصبح ويشرب قهوته على طريق الشغل يعني. طيب إيش مجموعة الأشياء، التأثيرات السلبية أو التأثيرات الإيجابية؟ لو بتكلم عنه هذا حيتأثر سلبا في شو، حيتأثر إيجابا في إيش؟ شو هي الأمور حيتأثر فيها سلبا أو إيجابا؟ أنا حتكلم على المثلث تبع الفاينانس تبع أي شيء. أوكي. جميل. هو مربع بس هو مثلث، أنا بقول لك ليه هلا. نعم. مثلث الفاينانس تبع الشخص، أي شخص عادي زينا، إلى ثلاث زوايا. الزاوية الأولى اللي هي الدخل الشهري، اللي هي الكاش فلو بنسميها مانجمنت، صح؟ المدخولات والمصاريف. هذا النت تبعي، جزء منه التاكسيشن، جزء منه كم حدفع تاكسز اخر السنه. ولكن هذا اول زاويه منه اللي هي الكاش فلو مانجمنت. الجزء الثاني اللي هو بيسموه نت وورث، اللي هي كم انا ثروتي او كم انا املك اليوم وكم حملك بعد الازمه. ممكن أخذ اختيارات تخليني مور أخسر فلوس، ممكن أعمل اختيارات تزيد تضعفني، ممكن أشغل زيادة أوفر تايم، ممكن أشتري إشي يضبط معاي، وممكن إنه أخذ لاين أوف كريدت وأخسر فلوس أكتر، صح؟ تنزل قيمة ثروتي إذا أخذت لون أو رحت على كريدت كارد واستخدمتها كلها وأنا ما دفعت. يعني ثروتي هنا أنا بتكلم عن النت بروفيت الأخير اللي بتجمع عندي، لا محصلة الأرباح اللي هي ثابتة عندي بعد ما أشيل التاكسز وبعد ما أشيل الإكسبنسز والأمور هذه، هذا بتقصد فيه بالثروة؟ لا، هذا لصاحب الشركة بيسموه نت بروفيت النهائي، الإيرنينج.
أنا بقول أنه أرجعه بالشركة أو أخذه كدخل. الثروة هي مجموعة كل أملاكك اليوم والديون اللي عليك. لو بجمعهم مع بعض، لو بقول أنا عندي بيت وعندي حساب بنك وعندي investment وعندي على الجهة الثانية عندي mortgage وعندي قرض وعندي مثلا student loan، لو ببيع كل الأشياء اللي بملكها وبدفع كل اللي علي اليوم، بدفع كل إشي credit card، الناتج النهائي تبعي هذا محصلة الثروة تبعتي اليوم، النت وورث بيسموه. جميل. فأنت عندك هلا زاويتين، الزاوية الأولى اللي هي الكاش فلو، أيوة، وعندي الثروة. والهيدن زاوية اللي الناس ما بتشوفها وهاي كتير بتغير في الأزمات، الكريدت سكور. الكريدت سكور اللي حطلع منه اللي هو الرقم اللي أنا بعتمد عليه في كل اللندنج بزنس تبعنا في كندا، صح؟ الكريدت سكور اللي أنا بدي إياه بعدين عشان أشتري بيت أو أخذ قرض أو أخذ شركة وأسوي ليفرج عليها. فهدول الثلاث أشياء المهم لازم أعرف وين أنا اليوم فيهم وكيف بدي أديرهم خلال الأزمة ووين حكون بعد الأزمة. هدول أول ثلاث يعني مثلث الفاينانس تبعك. أوكي، يعني أنا حدرس المثلث هذا في الكرنت ستيت اللي أنا موجود فيها حالياً، وحدرس أو أتنبأ بالمثلث هذا في بعد نهاية الأزمة، أوكي، وأشوف أنا كيف هتصرف خلال الفترة ما بينهم. 100%. يعني أنت أوكي. أنت بالضبط إيش يعني إذا أنا بدي أصورها، خلينا نقول لو أنا وقفت في اليوم في النص ورسمت مثلث حواليني، هاي صورتي اليوم، هذه كل أملاكي وهي كل دخلي. حسوي بلان البادجيتنج تبعتي لأربع شهور أو سنة، هذه حتقول لي شو اختياراتي خلال الأزمة، وبعد السنة هاي حشوف وين أنا حوصل بعد الأزمة. فإذا سويت البلانينج هذا بقدر أطلع يا بأقل الخسائر أو إيجابيات أحسن بكتير من أكون إنه ماشي على الهواء أو طب أنا سؤال أخير وبعدين بترك المجال دكتور جمال، شكلي أنا اللي تحمست يعني مش في مناهج كثير في التخطيط. هل بتعتمدوا في منهجكم للتخطيط اني احدد الفيوتشر ستيت اللي انا بدي اوصلها، ولا لا انا بشوف كل الوسائل المتاحه اللي امامي وبحكي هاي حتوصلني للفيوتشر ستيت هذا؟ والله على حسب انت وطبيعه تاثرك بالدخل. اذا انت الدخل تبعك حتاثر سلبا، صعب انت تحدد الفيوتشر ستيت تبعتك. انت نوعا ما بدك تحدد خسارتك النهائيه، تحاول تقللها قد ما بتقدر، صح؟ ريكفري. ريكفري. مثلا اذا انا فقدت شغلي ويمكن بدي اربع شهور عشان الاقي او شهرين، انا تقريبا ما عندي كثير تشويسز، بدل ما يكون عندي 10 تشويس صار عندي 5 او 3. فهيا انت المفروض تحاول تقلل خسائرك قد ما بتقدر، تحاول تمانج ات مور. بس إذا كان عندي أنا دخل إيجابي في الفترة هاي، مثلا صرت أشتغل أوفر تايم إذا أنا بشتغل في قطاع الآي تي، أو مثلا بشتغل في قطاع الهيلث اللي صار ديماند عالي جدا للنيرسينج مثلا في عدة أماكن، فهذا حيزيد عندي دخل. فأنا يمكن أطلع من الأزمة هاي بوزيتيف، هان أنا عندي اختيارات أكتر وبقدر أقول أنا بدي الإشي اللي كنت مخطط له خلال الخمس سنين القادمة وبقدر أجيبه خلال سنتين، صح؟ نعم. أما إذا أنا ما تغير الدخل تبعي، فتقريبا أنه أنا حطلع حمشي خلالها مش أحس فيها. يمكن الإشي الوحيد حاحس أني قاعد في البيت شوي زيادة. زي ما أنت حكيت، في ناس مصانع كتير استفادت من الموضوع، خاصة الهاند سانيتايزر والماسك والإكويفمنت. طيب أنا سؤالي الآن، يعني إحنا بدخل في موضوع الأزمة، كيف نعمل بادجيتينج بعد موضوع الكورونا فيروس؟ الحكومة حاولت تنزل حزم دعم للمواطنين، وأنا عارف أنها لن تكفي الجميع ولن ترضي الجميع، لكنها أفضل من لا شيء. يعني هذا اللي بتقدر، يعني الحكومة برضو عندها سلة وبدها تستخدم هاي السلة اللي هي البادجت، بدها تستخدم جزء منه، فيعني مش هتقدر. لكن حاولت الحكومة وإحنا يعني نشكرها على ما قامت فيه، وأكيد زي ما حكينا إنه ما توقع إنه الكل راح يكون هبي، بس أفضل من لا شيء. الآن البادجيتينج من خلال منظورك الآن، هذا اللي هامم الجميع الآن، الأسعار عم بتزيد طبعاً. دكتور فاروق بحكي إنه أسعار
الخضروات والفواكه عم بتزيدها، صار مواد غذائية، وأتوقع هذا برضو في استغلال من مع أن الحكومة عم بتحاول أن تحارب هذا الشيء. أستاذ رامي بحكي لك في هناك علاقة وثيقة بين المال والخلايلة. طبعا أنا خليلي عشان هيك إحنا ضحكني. طيب نرجع لسؤالنا البادجتينج. على فكرة السؤال قرأته 10 مرات عشان أفهم شو القصد لحد ما بالأخير. يلا الله بعين. مشكور يا رامي. تفضل أستاذ خالد. هو في انت لما تشوف قائمة مصاريفك اليوم، لو انت تراجع ايش صرفت في شهر 3، هتلاقي انه انت صرفت نوعين من المصاريف. في مصاريف ثابتة fixed expenses، هاي واللي هي زي الايجار او المورجج الانشورنس، هاي الشغلات اللي انا عارف اني حصرفها no matter what، اذا رحت للشغل ولا لا حصرفها كل اول شهر او اليوم المعين تنسحب دفعتي فيها. فهاي يمكن الدفعات ما تتغير علي أبدا، هاي حظل موجودة وحظل عايش بها. في نوع تاني من المصاريف اللي هو الدكتور فاروق يمكن أعلن عنها، اللي هي بيسموها الـ variable expenses. هدول الأشياء اللي بيتأثروا إذا قعدت في البيت أو رحت الشغل، منها اللي هو لما قعدت في البيت حاكل زيادة يعني. صار في احنا طبعاً يمكن العرب شوي بناكل بزيادة شوي، إذا انضغطنا أو قعدنا في البيت بنصير نفكر بالأكل زيادة عن اللزوم. بس والله لسه لسه بحكي الأستاذ محمد، صرنا نأكل من الزهق مش من الجوع. يعني هذه طبع خاص فينا. وعلى السبيل الثاني في عندي مصروف السيارة مثلا، الغاز اللي هي البترول، هذا حيقل كتير باللوك داون صح؟ أنا مش هقدر أطلع كل مرة، مش هعبي، مش هروح شغل كل يوم، فأنا عندي ثلاث أسابيع مينيمم إنه تقريباً مش هسوق السيارة تقريباً، فحينزل كتير. ها طيب. عندك التو بادجتينج. في إشي تاني حيطلع على الساحة هلأ، حتلاقي الممبرشيبس. يمكن الناس اللي قعدت في البيت حتلاقي مثلاً اشترك بنتفليكس ولا اشترك بإشي زيادة شوي أو أبل ستور. حتى أولادك لما يقعدوا في البيت ممكن تشترك بجيمينج ستور، ممكن تشترك بويب سايت يديهم جيم أو إديوكيشن عن بعد اللي بنسمعها. ففي مصاريف هاي كلها variable، أنا اللي بختار شو أخذ وشو ما أخذ. الطبيعي جداً بهيك أزمة ما أكون أخذ كل إشي بينعرض علي وما أخذ كل إشي بفكر فيه، أكون شوية selective يعني إنه أفكر شو اللي عن جد بده يملي وقتي وأستفيد منه بسعر شوي أقل من العادة. فبس ردنا على الدكتور فاروق، نعم الأكل حيزيد، الخضروات والفواكه يمكن من الناس اللي بيوصلوا للبيوت أو هيك. المساعدات الحكومة اللي حطتها البرامج مساعدات جيدة جدا صراحة من كندا، وإذا قيمتها مثلا مع دول تانية كتير عالية وكتير ممتازة بالبداية، بس هاي مش النهاية، هاي الحزمة الأولى عشان بس نهدي الهلع اللي ممكن يكون أو نهدي الناس، نقول لهم أوكي هلأ أنت you are safe لثلاث أربع شهور ست شهور، واللي هي الحكومة حطت 4 شهور، ولكن هي برضو عندها القابلية تحط أكتر من هيك. هذا حيبين لو قدام شوي إذا ما نوجد حل للكورونا نفسها. طيب الآن إحنا أنا فهمت المنهج تبعك في التفكير، بتتكلم عن خطة بتنطلق فيها من الأوضاع الحقيقية الموجود، يعني بتكلم عن constraints وlimitations، بتكلم عن محددات وقيود. هذه المحددات والقيود أنت بتدرسها وتشوف وضعها، وبناء عليه بتحكي وين عندي أنا مخاطر موجودة، وبناء على هذه المخاطر ببدأ أعمل النيجاتيف أقلله والبوزيتيف أعززه. نعم. وأقوي. نعم. برجع أنا بحكي أنا كفرد اليوم، أنا كفرد وبناء على تحليلكم ودراستكم للأوضاع الحالية، شو هي المحددات اللي أنتم بتاخدوها بعين الاعتبار موجودة حاليا، والظروف أو القيود اللي أنتم بتاخدوها الآن بعين الاعتبار، وكيف أنتم بتنصحوا الناس تتعامل معها، كيف تنصحوا الناس إنها تتصرف لو حكيت أنه أنا عندي الدعم الحكومي واحد من المحددات الموجودة في المرحلة هذه.
أوكي؟ كيف أنا أتصرف مع الدعم الحكومي هذا؟ بناء على مخاطر، المخاطر هذه حكينا هي الأشياء اللي النون، يعني كم حتستمر هاي الأزمة؟ هل حتستمر الأزمة هذه أشهر ولا حتستمر أسابيع؟ هل أنا حخسر عملي ولا مش حخسر عملي؟ هاي أشياء ممكن لكنها مش مؤكدة. إذا نتكلم عن خطورة، الخطورة معناته شيء ممكن لكنه مش مؤكد، وبالتالي أنا بدي أشتغل له، بدي أخطط له، تخطيطي له من خلال المحددات اللي موجودة عندي والكونديشنز الموجودة عندي، limitations وconstraints. عندي واحدة منهم هدول اللي هي الدعم الحكومي، عندي شيء تاني السيفينج اللي أنا عامله إذا في عندي سيفينج and etc. شو هي المحددات اللي أنتوا بتشوفوها كمستشارين ماليين، وشو هي المخاطر زي ما حكينا ذكرنا بعض المخاطر اللي هو بده يوصلها، وبناء عليها المحددات هاي بده يتعامل معها بشكل ذكي علشان يعزز النكت البوزيتيف ويعمل كنترول قدر الإمكان على النيجاتيفز. أنا لو اليوم صراحة يعني لما أقعد مع يمكن العملاء تبعون، لما بدي أبدأ أقيم، أول إشي بدي أعرف وين الشخص هذا. It's case to case، ما في جواب رسمي للكل. أول حاجة بدي أعرف هل إنه الدخل الأساسي تبع الكاش فلو اللي بيدخل حيتأثر سلبي أو إيجابي أو ما حيتأثر. إذا تأثر إيجابي، إذا كل الدعم تبع الحكومة الكواليفايد للإنكم أنا مش هاخده، أنا يمكن أخذ سبورت تاني إذا كنت مثلا كبير بالعمر أو عندي أولاد، هذا الدعم حكون كواليفايد لإله، لأنه برامج الحكومية مش للكل، للناس هو كواليفايد لإلها صح؟ معظمها للناس اللي حتتأثر من الدخل بشكل سلبي، المعظم، لأن كل واحد حيتأثر بشكل سلبي من الأزمة هاي. وصراحة قسموها لثلاث قطاعات اللي هو أصحاب الشركات الكبيرة وأصحاب الشركات الصغيرة والوسط الخدماتية، وللأشخاص اللي بياخدوا paychecks مثلا hourly pay, commission pay، الناس اللي بتاخد sales commission، هاي الأشياء كل هدول الثلاث قطاعات أخدوا من الدعم، بس واحد حيزيد دخله ما أخد من الدعم ولا إشي. فبيهمني أعرف أنا وين وشو التأثر تبعي خلال الأزمة، هل حتأثر إيجابي سلبي أو 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 مش حتأثر. فأعتقد المفروض الكل يفكر إنه هل أنا حتأثر سلبي أو إيجابي. إذا أنا حتأثر سلبي أكيد لازم أفكر أكتر من العادي وإيش لازم أسوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البرامج اللي أنا بقدر أستفيد منها لازم أعرف فيها one issue. يعني أنا اليوم لو تأثر دخل اليوم، أنا انقطع البيتشك تبعي اليوم، فحاخذ الدفعة الجاية خلال أسبوعين، تمام؟ أنا اللي اشتغلته اليوم، كل الشركات الكبيرة بتاخذ أسبوعين لقدام، فأنا عارف إنه دخلي حيجي خلال الأسبوعين الجايين، بعدهم ما في بيتشك. ولكن للشركات اللي بتعمل سيرفيسز أو أورلي، أنا تقريبا دخلي من الدقيقة اللي حوقف أروح فيها الشغل انقطع تمام أو إني كوميشن. فأنا لازم أعرف إنه بأي حالة من الحالات، إذا قدمت أنا على البرامج الحكومية إذا أنا كواليفايد، أنا مش هاخد الدفعة تاني يوم، أنا مش هاخد الدفعة على راحتي، أنا هاخدها لما هم يدفعوها لإلي، ده بروميس خلال أسبوع. ولكن هذا كان سؤالنا، كم هتأخذ الفترة؟ البروميس كان خلال أسبوع، ولكن هذا البروميس لما يكون عندي الحالة العادية، يعني أنا عندي خلينا نقول موظفين سبورت كونتاكت سنتر، خلينا نقول عندي 200 واحد، بعرف إنه 200 بيقدروا يعالجوا 200 طلب في اليوم مثلا، بهي الحالة مش هيكون مقدم 200 واحد في اليوم، أنا عندي يمكن 2000 واحد هيقدم في اليوم. فأنا عبد ما أعالج هذا اللاج تبعي أو السبايك في الابليكيشن يمكن أخذ أكتر من أسبوع، حجيب ناس وحعين ناس، بدي أخذ وقت بالتدريب، فحيكون في أنا جاب، حيكون في عندي فترة أنا بقيمها. أنا يعني صراحة الناس بنشتغل معاها حتى للكل، قيم إنه في شهر حتكون مقطوع الراتب عندك، مقطوع الدخل إذا تأثرت سلبا، وإذا كنت كواليفايد في شهر عندك انتضاع من الإنكم.
المشكلة الحقيقية إنه في عنا 68% 68% من الكنديين it's paycheck to paycheck اللي هو ما عنده saving أصلاً، ما عنده مكان يروح يجيب منه، هو الدخل انقطع، هو انقطع. هذه المشكلة كبيرة. هذا رقم عالي جدا. طبعا هون في الأستاذ رامي بسألنا سؤال، بقول لك برأيك ضيفنا الكريم، هل هناك تخوف من سحب الأموال من البنوك وما يعني زي ما صار في لبنان مثلا، وما هي تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي، وهل تنصح بسحب الكاش الآن وشراء ذهب؟ أوكي. أضيف المشكلة الأولى اللي هو سأل عنها اللي هو سحب الفلوس من البنوك، لا احنا بعاد جدا عن هاي المشكله. السبب انه احنا ما عندنا مشكله سيوله، احنا مش ب 2008. الناس بتقارن انه صار اخر 2008 صار عندي مشكله سيوله، والمشكله الثانيه احنا بنقارن في بلادنا اللي احنا اجينا منها. احنا في كندا في امريكا ما في اليوم مشكله سيوله ابدا، واهم دليل انه لما صارت الازمه هاي خلال اسبوعين لقينا الحكومه زي ما نقولوا كشفت عدراعاتها وطلعت الفلوس للناس كلها. في أمريكا نفس الإشي، فسيولة إحنا بعاد عنها جدا. بالنسبة للبنوك، الحكومة صراحة قدمت مساعدات ضخمة جدا للبنوك، ولا بنك منهم أخذ لليوم منهم أبني، يعني ما أخذوا ولا قرض. البنوك بتقول الحكومة بتقولهم خذوا لسنتين فلوس أوبن ورجعوها إذا احتجتوا للريزيرف، وما حد من البنوك أقدم عليها يت، لانه دائما الفاينانس بياخذوا عندهم اصلا ريزيرف، هذا واحد عندهم ودائع قويه، وعندهم صراحه ريزيرف لهي الاشياء مش لطويله، عنده تقريبا شهرين ثلاثه يمشي حاله بدون اي مشاكل. ولكن احنا عندنا دعمين كبار من الحكومه، ما في بنك قدم عليه، وحتى البنوك الكبيره السته، والعكس تماما صار انه البنوك السته قالوا ينوات انا اسوي ديفير للمورجج اللي هي اكبر دخل للبنك اللي هي دفعات المورج، قال لك انت انا ممكن اديكم سبورت 6 شهور بدون ما اسلم دفعاتك. فلقينا انه البنوك عنده كاش ريزيرف يعيش لاطول من الست شهور هاي بدون ما يحتاج للحكومه. الدعم الثاني اللي البنوك اخذته من السي ام اتش سي اللي هي انا بقول عنها اتس رويال كمباني، بس اتس ترو رويال كمباني، بتدعم المورجز في البلد هاي. السي ام اتش سي قدمت حزمة مساعدات ضخمة للبنوك، وقالت لهم انه اللي whenever صار عندك liquidity problem ولا cash problem بس اطلب منا وبنديك الفلوس تبعتك. فولا بنك برضو استفاد من هاي، ولا حد حابين يروحوا على الطريق هذا. فلا اعتقد انه حنواجه مشكلة سيولة. في مشكلة انه الناس بتفكر انه والله ممكن هل البنوك تسكر زي ما هو صار الاسبوع الماضي مثلا. قانون أونتاريو بيفرض على الشركات النون إسنشالي يسكروا جزء منهم أو كلهم منها البنوك. البنوك it's essential، ولكن they have to يساعدوا الحكومة إنه يقللوا الضغط، فعشان هيك لازم كل بنك كان يختار نسبة من الفروع تبعته ويسكرها. كلهم اعتمدوا على 40% أو 50%، هاي النسبة تبعت الفروع اللي تسكرت to just qualify للقانون، وعلى أساس إنه بيدعموا الحكومة. بس ما في امباكت سين، يعني صراحه اقول لك يعني انا في عندنا اجتماع اسبوعي مع سي ام اتش سي مع اذر البيج بروفايدر نتكلم على الليكويديتي، انا بشتغل في التريجري تو. ما في اي بنك، حتى البنوك الكبيره طبعا وضعها اقوى كتير، ما في اي بنك عنده اي شوكينج ولا عنده نقص بالسيوله او نقص بال 20% الليكويديتي ريزيرف اللي لازم يخليها، ما في حد لهلا متاثر. طيب في سؤال على الذهب. السؤال هذا جاي من علاقه قديمه، انه اذا الاسواق الماليه نزلت الذهب بيطلع، هي بيسموه هيدجينج. فهذا المعروف انه لما الاسواق الماليه تنزل الناس كلها بتسحب فلوسها من السوق، او الهيج فند الكبار بيسحبوا فلوسهم من البنوك وبيتجهوا انه يسيفوها كقيمه في الذهب، فبيزيد الطلب عليه وبيزيد سعره بالطريقه هاي زي ما صار قبل. وبعدين لما الاسواق تنزل لاسعار رخيصه بتلاقيهم سحبوا الفلوس من الذهب او باعوه،
وحولوه على الأسواق. هاي العلاقة ظلت موجودة لعند 2019 السنة الماضية فرجتنا حاجة عجيبة جدا. كل القطاعات من عند ذهب، أسواق، ودايع، بونز، اختار اللي بدك إياه، أي كوميديتي، أي سوق، كله طلع فوق السنة الماضية. والعلاقة بينت برضو بالنزلة، لما نزلنا هاي آخر شهرين كل إشي نزل مرة تانية. فلا أعتقد إنه علاقة الذهب موجودة هان، لأنه ما في كرايسز زي فاينانشال كرايسز. العلاقة هان الإفكت تبع كوفيد ما حد برايسه، وكل دولة حتطلع منها بشكل أو بآخر إذا وجد تريتمنت أو فاكسين، بس ما عنده نقص بالسيولة. فلا أعتقد إنه موضوع الذهب إنه it's a good investment يعني. وعلى كل حال 2020 ما بنقاسش عليها، لأنه عشان هيك الناس حكت خلينا ندفع لها حسابها وننتقل ل 2021 يعني ونريح راسنا. فيعني فيعني لا يقاس عليها علاقة التصاعد والتناقص ما بين الذهب وال لا فيزياء ولا كيمياء ولا فيزياء ولا كيمياء ولا كيمياء ولا أحياء. طيب أنا سؤالي الآن، إحنا حكينا على موضوع الانكم وحكينا على موضوع السيولة الكاش فلو تبعنا، وحكينا انه لازم الشخص يكون ماخذ باله في موضوع الكاش فلو تبعه ويشوف السيولة هذه متى حيكون متوقع انه يتأثر. وانت اعطيتنا سكيل انه احسب حسابكم على شهر في هذا الكلام. اوكي شهر الجاب. جاب شهر. انا بدي انتقل على الزاويه الثانيه. اوكي الزاويه الثانيه اللي هي الثروه تبعته اللي حكينا. اوكي الثروه تبعه وحكينا هي عباره عن محصله ما يمتلك وما هو مدين فيه، الدائن والمدين، ما هو يمتلكه وما هو عليه، ما له وما عليه. المحصله تبعه هذا، هل انت بتنصح الناس ومتى بتنصحهم اذا في تريجر؟ اوكي تريجر لهذا الامر تنصحوا فيه، اذا حصل هذا الامر بيع من ممتلكاتك علشان انت تو ريكفر يور سيلف، او انت تكون ان ادفانس بوضع ان سيف سايد، تجهز حالك ان ادفانس قبل ما يصير عندك الانهيار في وضعك الشخصي المالي. فشو هو التريجر اللي بتحكي له اذا في عندك مخزون، اذا في عندك ممتلكات جامده، اذا في عندك اسيت، اوكي ابدا تصرف فيها علشان انت تامن الكاش اللي هو الزاويه الاولى اللي انت محتاجها خلال فتره الجاب، فتره المشكله او فتره الخطوره اللي ممكن تواجهك. فايش هي التريجر اللي انت بناء عليه تحكي له تصرف باللي تمتلكه؟ هلا حسب الاثر. إذا أنا حتأثر شهر أو شهرين أيام أبيع من النت وورث، لو عندي مثلا حساب زي TFSA Tax Free Saving، يمكن هذا Good Emergency Pocket. أنا المفروض يكون عندي 20% من فلوسي هنا، الأصل إنه تكون for emergency، المفروض أكون مغطي حالي شهرين من TFSA account أو من Saving account، أنا يكون عندي علم إنه في شهرين مغطيات. بهيك حالة لو واحد عنده هذه الشهرين كويس، يعني معناته هو مش هيقدر، ما بده يبيع أي إشي non-liquid، إشي زي البيت أو الأرض أو السيارة أو أي إشي تاني بيمتلكه. فالliquid asset بيسموهم، أنت بتبيعهم إذا بدك تغطي short term، وأيام ما بدك تبيعه إذا كان short term مثلا أسبوعين، أنا ممكن أعرف أخذهم مثلا من line of credit ولا أخذهم على credit card وأدفعهم أول ما الدفعة الثانية تيجي، إذا أنا ضامن دفعتي تيجي، إذا عارف إنه الدفعة حتيجي قبل الانترست ريت، يس اي كان دو ذات. كلها بتعتمد على حسب وين أنت، شو عندك assets، وكم الجاب اللي حيكون عندك. ما في قانون يقول أبيع مثلا البيت أول أو TFC أول أو أبيع هاي أول. القانون اللي بيفصل إيش أبيع وإيش أخلي حيكون على التكلفة والمرابح اللي ممكن أتوقعها. فمثلا لو أنا عندي، خلينا نقول أنا حختار كلمة وديعة، إذا أنا عندي وديعة بتدفع لي 2%
أو 3%، وحستخدم الكريدت كارد اللي حتكون علي 20% interest حدفع جيبتي، وأنا عارف أني أنا مش هقدر أدفع الكريدت كارد أو أوفيها، يمكن بيع الوديعة it make more sense، لأنه أنا قاعد بسوي substitute، قاعد ببدل 2% مرابح مع 20% penalty علي، 20% cost على الدخل على فلوسي. ف doesn't make sense. ف it depends أنا إيش المفروض الناس تسوي، إنه يشوف كم الليكويد أسيت اللي عنده، كم عندي أنا من الثروة تبعتي، في عندي حسابات مثلا جارية أو checking account، كم عندي فلوس أقدر أمشي المدة تبعت الشهرين أو الشهر فيها بدون ما أحتاج أبيع أو أخذ قرض أو أدخل على credit card، ومن هناك يسوي reassessment يشوف طب لو أنا ما عندي إياهم شو عندي tools تانية زي مثلا line of credit, credit card، شو عندي هاي tools اللي هو ممكن تمشيني أو لا. أنا النصيحة الرئيسية صراحة it's case to case، ما حد بيعرف، بس النصيحة الرئيسية إنه يمكن لازم تقعد على مع الادفايزر تبعك او تروح على الويب سايت تبعتهم تسوي النت وورث اسسمنت تو ميك شور وين انت واقف اليوم، وايش عندي وشو عندي تولز تقدر تعديني من الازمه هاي اتليست. طيب انا سؤالي بس قبل ما اترك المجال لدكتور جمال، على الكلام اللي حكيناه هذا تحليل، يعني تحليل النت وورث اناليسيس تبعنا، انا بدي احلله وبدي اشوف ايش السوليوشن اللي انا بدي اخده، الابروتش اللي انا بدي اتصرف فيه، هل في عندك تمبلتس او شيء نموذج اكسل فايل او اي نموذج ممكن تزودنا فيه نزوده للشباب للاخوه يساعدهم على انهم يعملوا تحليل النت وورث تبعتهم ويعرف ايش المعطيات اللي عنده وايش الابروتش تبعه اللي يمشي فيه، ايش الفاكتورز اللي يشتغل عليها وكم نسبها كم قيمها، مثلا المده التريجر تبعه في المخاطر المده الزمنيه اللي يبدا تو كونسيدر عنده، هل في شيء مع الجايدنج تبعه يساعدنا از تمبلت ممكن 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 تساعدنا في هذا على المستوى الفردي؟ طبعا انا لو دكتور جمال تساعدني تحط السلايد في 4 سلايدز انا بدي امشي عليهم، اول واحد البيج 5 كويستشن، يعني حلخص الموضوع بتقريب سكند وان ان شاء الله ذا بيج 5 كويستشن. جميل. ال هنبدأ إنه أنا حلخص الخطوات كلها، وبعد هيك في اكسل فايل حزوده لدكتور جمال. دكتور بتقدر تكبر السلايدات؟ أوكي. شكله الصوت نازل عنده. الصوت دكتور شكلك حاطه ميوت. يس، وهذا اذا انا بنزل وانت يعني نفس الاشي الحجم راح يكون ربع الشاشه. اوكي. ممكن تنزلني انا من الصوره وتكبر نفس الاشي. اوكي شايف كيف نفس. هوب لا خسرنا دكتور جمال هيك. يلا تفضل. يلا. طيب أنا مش مشكلة، أنا ممكن نخليها. أنا صراحة في طبعا أول حاجة بدنا نجاوب على سؤاله، طبعا هو في guidance وإكسل أنا ممكن أشيره مع دكتور جمال ومعه وتبعتوا للناس الحابة. It's a straight Excel، تحط شوية أرقام فيه، بتدرس شهر لشهر شو الجاب وشو الستريس في كل كاتيجوري تبعتك، هل حتكون عندك مشكله في الدخل حينقص او حيروح، هل حيكون انت كواليفاي للدعم الحكومي من اي شهر حيبدا، هل عندك مشكله في المصاريف حتعلى حتنقص، وتفرجيك ان المحصله الشهريه تقريبا في البلان لشهر مثلا 4 و5 و6 و7
هل محصلتك النهائيه بناء على الارقام تبعتك هل حتكون بالايجابي، معناته ما بدك مساعده، ولا حيكون عندك شورتج وين مصاريفك اعلى كثير من دخلك، فحيكون انه لازم تشوف لك حل للموضوع هذا. هذه الاكسل هاي زي ما تقول ستيب 1، تدرس شو ممتلكاتك، شو الليكويد فيها وشو المش ليكويد، شو الممتلكات اللي سهل انا ابيعها واخذ الفلوس بكره، وشو ممكن لو بدي ابيعه بده يقعد 3 4 شهور قبل ما استلمه، فلازم اعرف انا شو الليكويد اول فيهم. والشيء الثاني بشوف بدرس الدخل الكاش فلو مانجمنت تبعي، شو اللي حيتاثر من كل الايتيمز اللي عندي، وبناء عليه ممكن مثلا اذا حابب دكتور جمال ترجعها انا ممكن ادي فيدباك عليها، ممكن تاخذها للبنك البنكر تبعك تقول له اوكي نو وات، او الادفايزر تبعك البلانر تبعك هو ايفر تقول له اسمع انا حطيت الاكسل هاي انا عندي شورتج انا اي ويل هاف ا ستريس هاند فاي نيد ذا تولز اي نيد ادفايس عليها. اكيد هاي حتكون الخطوه الاولى. ممكن اشيرها معك دكتور جمال ما بعرف أكيد. لو تشرف صفحتك على وخلي الناس تستفيد منها نتشرف نحطها على صفحه الجمعيه بس هي الثري ستيبس الرئيسيه، يعني لو بدك تروح على السلايد 6 عندك الثري مين ستيبس تبعت اي بادجت بلان اللي قبلها اللي هي the why question. اوكي سوري حجيب يا why لا where اوكي okay. اللي هو where to start budgeting. اوكي دقيقة بس اعملها شير مع الجماعة. سوري يا جماعة بس no worries. اوكي here you go and it's in the screen. Yeah. تفضل. فال where question هاي هي الخطوة الرئيسية تبعتك اللي هي الإكسل حتكون بالطريقة هاي اللي هي ممتلكاتي كلها يا أنا ممتلكها من فلوس حقيقية أنا حطيتها إشي أنا سيفته أو عن طريق مورجج أو قرض صح؟ فممتلكاتي كلها اليوم مساوية للقروض اللي أنا ماخذها عشان أشتري هالممتلكات أو للفلوس اللي أنا فعلا كنت مسيبها ودفعتها down payment أو حطيتها saving account أو حطيتها investing account. أول إشي بتعرف وين مكانك كان، بعدين بتروح على الإكسل للصفحة الثانية بتشوف الدخل كل أنواع الدخل تبعوني خلال السنة الجاية كيف حيكون شكلهم خلال السنة هاي، يعني من شهر 4 to go forward كل واحد مقسم، مثلا هل هو income من employment، هل هو income من support، هل هو benefit، هل هو ref account، depends ايش الانكم تبعك، بس بتحط الارقام تبعتك لمدة الشهور الجاية، وبعدين بتشوف برضو مصاريفك لمدة الست شهور الجاية شو هي، وهي اوتوماتيك هتحسب شهر بشهر شو الشورتج او السيربلس اللي حيكون عندك، كم حيكون عندك نقص في الدخل او وين النقص هذا اللي هو بالماينس حيطلع، او كم حيكون عندي ايجابيه في الدخل الشهري، فحعرف انه انا مش هحتاج لاني افكر كثير يمكن في البلانينج ات ذس بوينت. اذا عندي شورتج لازم افكر من وين اغطيه، هل اغطيه من حسابات بنك انا عندي او emergency money انا عندي، هل اغطيه من line of credit، depends شو عندي tools available حيكون صح. فهيك تكون هي الفكرة الرئيسية. جميل. في شغلة تانية أنا بنصح الناس فيها يعني أو ما بعرف عندنا وقت دكتور جمال. تفضل يس. النصيحة المهمة اللي لازم صراحة نعرفها إنه بالإفكت هاي مش الإفكت تبعت 2008. ب 2008 الناس كلها عارفة الإفكت كانت من الحكومات والسنترال بانك إنه ما في سيولة أصلاً، كانت أزمة سيولة حقيقية. أزمة فلوس حقيقية. اليوم الإفكت كلها مبنية على unknown factor ضرب كل إشي. الجلوب صح؟ الكوفيد. لما نيجي نطلع من الجلوب صار عندي أنا يعني the only way to analyze it إنه يكون أنا عندي خبرة بهيك أشياء. إحنا ما صار أبداً عندنا pandemic كل مكان في العالم.
اللي صار انه عندي على بلاد معينه او ريجن معينه صار امراض معينه. فاذا درست هاي الريجن مثلا زي امريكا لحال او السارز الضرب كندا في 2003، بلاقي انه كل دوله طلعت منها بشكل او باخر، في منهم اخذوا 6 شهور، في منهم اخذوا السنه، في منهم اخذوا السنتين، في منهم انتهوا بايجابيه احسن زي كندا، في منهم انتهوا بريدي ديزاستر زي غريس. فانا اي كان شير معك برضو شويه سلايدات انه افرجيك انه ديبندز على حزمه المساعدات والدمج اللي بيصير في المكان اللي انضرب فيه. الاشي المهم اللي لازم تعرفه انه احنا هان نتكلم عن جلوب، صح؟ كل العالم انضرب فيها. نعم صح. اللي حيصير دولة، ايوه، اللي حيصير اللي حتشوفه، يمكن لازم انوه لشغلتين، انه احنا كندا مثلا احنا عرفنا الصين تقريبا طلعوا من اللوك اوت اللوك داون زون، صح؟ ولكن هل الصين حيكونوا مثلا حابين يجوا يزوروا امريكا اليوم وهم في اللوك داون؟ لا اعتقد. فهذا عندي لاج ثاني. الصين صح طلعت بس مش حترحب بالرعاية الامريكيين او بالزيارات او بالاشياء هاي لانه ما بدها تنعدي. ونفس الحاجه الصينيين مش حيروحوا لامريكا. فهان صار عندي 2 زونز، عندي امريكا والصين، ضيف عليهم كندا، ضيف عليهم بلاد تانية، حتشوف انه البلاد حتطلع واحده ورا الثانيه، ولكن مش حتنفتح الحدود مره واحده بين البلاد، لانه كندا مش حتكون كتير willing to open مثلا مع يوروب البوردرز قبل ما يتاكدوا انه مثلا لثلاث شهور لقدام ما في كيسز they maintain it. فهذا واحده. الشيء الثاني الانون الناس بتدور على او يمكن الكل هلا بيحاول يدور عليه، يمكن دكتور جمال هو الخبير في الموضوع هذا، اللي هو التريتمنت والفاكسين. يوجوالي فاكسينز، انا مش خبير صحه بس انا بتكلم من اناليسيس سايد من شركات في الهيلث، الفاكسين دائما بياخذ سنه لسنه ونص يطلع، التريتمنت اسرع عشان يطلع to be provided، التريتمنت عشان ياخذ السيمبتومز عشان يقدر يخليني اعيش خلال الفتره الحرجه، الفاكسين اللي هو باخده زي الجدري. فالتريتمنت والفاكسين هدول يعني جيم تشينجر. لما يطلع واحده من الاختراعات هدول او الانفنشن هدول، اعتقد كثير اشياء حتتحل، بس مش حتكون كلها تنحل بنفس اللحظه. مش حتكون انه مثلا في يوم 1/5 لقينا الفاكسين العالم كله رجع زي ما كان، لا اعتقد هذا حيكون. وعليه قطاعات في الدوله مش هترجع زي ما كانت. مثلا حروح على قطاع زي الكروز، الفيكيشن والكروزز، اعتقد انه هدول حياخذوا وقت اكثر عشان يرجعوا من الازمه. حتروح لقطاعات زي الاي تي حتلاقيهم they will boom again اسهل حتى لو كنت في السوق المالي. فديبندز انت اي سيكتور، ديبندز انت وين في اي دوله وشو الدول الثانية حلت الموضوع. فأعتقد إنه في لاج هيكون 6 شهور بعد ما نحل موضوع الكوفيد، في عندك ريبوست للإيكونوميز هياخد 6 شهور تانية. طبعاً معنا أخونا سليمان مقداد، أهلا وسهلا فيك. دكتور فاروق، الشاعر عصام عدي، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. دكتور مخلص دائماً بتحفنا بشغلات. اليوم في شغلة رائعة صريحة، كان لي صديق بالسوق التجاري بحلب مقسم أمواله لثلاث أقسام، قسم ثلث كاش وثلث حجر يعني أبنية وثلث بالسوق التجاري يعني بتاجر فيه. الله يرحمه ما لحق الكورونا لازم يدخل فيها. بقول لك أهل حلب هم الخلايا اللي تبع سوريا برضو. انت علي دكتور. طيب في سؤال مهم اجانا على الصفحه من اخت بتحكي انه اذا كان من طبعا من ضمن اختصاصك، بالنسبه للذين يستمر عملهم ولم يفقدوا وظائفهم ولله الحمد وهم في مجال كالمبيعات ودخلهم متصل بنسبه ارباح، تاثرت شوي مستوى المبيعات سواء لعدم توفر السلع او لاسباب اخرى تتعلق بتاثير الكورونا على الوضع الاقتصادي. السؤال، هل هؤلاء يحق لهم التقدم على مساعدات الدولة والتعويض الناقص من الدخل أم لا؟ هي بتتكلم على التعويض أبو الـ $2,000 هو هذا الويج سبليمنت بيسموه.
لأنه القانون الجديد هم حطوا شوية خلينا نقول قوانين عليه أو شوية identification للقانون. فبناء على حالتها إذا أنت لسه بتشتغل بعدد الساعات المعينة وبتروح الشغل وبتيجي وما في مبيعات ما بطلع كوميشن، القانون هذا ما بيشملها، ما بيشملها. الصح اللي أنا أسويه لو كنت في الوضع هذا إنه أقدم على الإي آي، أقدم على الإي آي وأقدم على الويج سبليمنت حتى لو ما بيطلع لي، لسببين. السبب الأول لما أقدم عليه بيشوفوا عدد الحالات اللي عندهم كندا بتوصلها زي statistics، بيشوفوا إنه كتير ناس تأثرت من الكوميشن أو الأولي ريت، فبيحاولوا يوجد لهم برنامج إذا هو ما بيطلع له. هذه واحدة. الإشي الثاني إنه ممكن هذا القانون ما يشملهم بس يكون في دفء مثلا مساعدة تانية حتطلع الأسبوع الجاي ما حد بيعرف عنها، تطلع وتكون هي qualified لإلها، فأنا ما بدي إياها تاخد إنه ما بيطلع لها اليوم معناته ما في برنامج تاني لإلها. أنا المتأكد منه إنه في برامج أكتر من هاي موجودة، ولكن القانون طلعت حزمة مساعدات ترودو الأخيرة كانت هاي البيل الرئيسية للجابس اللي ناقصة في الإيكونومي، وهذا ما بيطلع لها، بس أكيد في برنامج تاني بيطلع لها. أنا كنت بدي أعرف بس سؤالي شوي على مدى أوسع. الوضع المالي لكندا خلال المرحلة الحالية اللي احنا بنمر فيها، كيف الوضع المالي حاليا؟ يعني البوزيشن تبعه، هل صار في دروب كبير جدا؟ وين تحديدا الدروب اللي موجود في موجود المالي اللي موجود يعني على مستوى البلد ككل؟ يعني انت اعطتني فكره عن البنوك بتوحي انه عندنا كاش جيد وانه الدوله مستعده انها تدعم، فمن ذلك البوزيشن بالنسبه للسيوله موجوده بشكل جيد، لكن وين باقي التاثيرات اللي موجوده على الاقتصاد الكندي او الامور الماليه في كندا؟ إذا بدك تشوف كندا في قطاعات كتير تأثرت في الموضوع هذا، إذا أو أكبر قطاع تأثر حاليا في الموضوع هذا اللي هو الترافلينج والفيكيشن والسياحة، صح؟ هذا القطاع تقريبا هذا حياخد وقت أكتر كتير to recover، ممكن يكون سنة ونص من اليوم. الكروزينج اللي احنا بنعرفها، أو إذا واحد بيشتغل في قطاع زي مثلا short renting either students، الناس اللي بتيجي تدرس سان كله روح او رجع لاهله السنه هاي، واللي بيجي من برا كان متاجر بده يرجع، فصار عندي بدل ما يكون الجاب بس الصيف تبع الايجار صار عندي جاب هلا السنه كلها. فهذه واحده من الاثنين. في عندي قطاع تاثر ثاني اللي هو قطاع الكوميشن، الناس اللي بتشتغل كوميشن على السيلز زي ما نعرف، لما انا اسكر البلد شهر لانه انا مضطر له، ما عندي سيلز يبيع، ما عندي كوارتر تو كوارتر مبيعات للشركات، فهذه ال بيسموها البالانس او الكوارترلي بروفيتس تبعتي حتكون كثير قليله في قطاعات معينه. فهان حيتاثر كل واحد معتمد على البونص على الكوميشن على الدخل انه يسوي ريفستنج للاسهم تبعته واتيفر، انا بسلم من هذا السيلز انا كله تاثر. في عندي قطاعات تاثرت مش بسبب الكورونا بس هي اجت بالموضوع، زي مثلا الانرجي الغاز. القطاع الانرجي بنعرف انه هلا دخل في ازمه بوليتكس بين روسيا والسعودية العربية، صح؟ ولكن اجت بنفس الوقت، يعني اخذها دبل افكت. هلا هذا القطاع ما حد بيعرف متى حيطلع منه، بس برضو اي واحد في القطاع هذا ممكن يتوقع انه المشكله فيه تزيد. هذا ما له في الكورونا بس المشكله بوليتكس. هل هناك لينك مع الدولار الكندي في الموضوع؟ الدولار الكندي نتيجه، الدولار الكندي ان ترولي بيتحدد باشيين، بالديماند ما في حد بيشتري هلا، يعني ما حدش بيشتري وبيبيع سلعه ثانيه، ولكن الدولار الكندي نتيجه انه شفته نزل او طلع هو النتيجه النهائيه للاقتصاد كله، ما له اي علاقه بالاويل،
الأويل مسعر باليوس الدولار الأمريكي برضو ما له علاقة بالبرايسينج. البرايسينج السعر البنزين اللي بيطلع وبينزل له علاقة وطيدة أو قوية بالسبلاي والديماند. فأنا اليوم عندي السعودية بتقول أو السعودية ورشا بيقولوا إحنا ما اتفقنا، إحنا بدنا نضل نبيع على أي سعر we don't care. وعندي على الطرف الثاني الديماند، الناس اللي بتشتري زي الصين زي أمريكا بيقول لك أنا already عندي lock down، أنا ما بدي أشتري أصلا، فأنا I'm not going to buy it too. فهذه المشكلة، صار عندي ديماند زيادة ديماند قليل والسبلاي عالي جدا فالسعر نزل. عرفت علي؟ بس ما له دعوة في الكرنسي، ما له دعوة أبدا في الكرنسي. الكرنسي تقول نتيجة، ممكن في very short term نشوف الكرنسي طلعت ترامب انتخب ولا لا أو هي، بس ما إلها علاقة بالكوموديتي. طبعا معظم الأسئلة اللي راح تكون موجودة أو اللي كانت متوفرة اللي هي عن موضوع المساعدات، حزمة المساعدات اللي قدمتها الحكومة الكندية للأشخاص اللي فقدوا. طبعا سؤال، اللي عنده سوشيال اسيستنس او ويلفير هل بيقدر يقدم؟ لانه ما لا. ما فقدوا. اللي عنده شغله تبعون الاعاقه هاي شو بسميها او سي دي اس دي، بيقدر يقدموا المعاقين؟ لا. ما فقدوا. طيب اللي مقدم قبل هيك على اي اي بيقدر يقدم على الحزمه الجديده اذا التغى الاي اي؟ يس. اذا التغى تبعه طبعا اذا خلص تاريخ الاي اي يس. والقانون الرئيسي تبعه لهلأ اللي حطوه إنه أي واحد قاعد في البيت لأنه بياخد باله من واحد مريض أو في حالة حجر، أو أي واحد فقد اللي هو الدخل تبعه 100% بسبب الكوفيد لأنه ما في شغل ولازم يقعد في البيت والإمبلوير قال له أقعد ما بقدر أشغله، هذا بياخد. وأي واحد فقد الكونتراكت تبعه اللي لينك بشركة في المجال مثلا تبع الإديوكيشن أو في مجال الترافلين وآي كونتراكت، بس الكونتراكت بي فقدوا رايت أوي، هيعطوه $2000 كل أسبوع. هدول راسم بيسألك أوبر إذا ما تكس ما بياخد، إذا كان متكس بيقدر، إذا ما تكس هلأ هم ما حددوا التاكس 100% بس هم يعني in the back scene بيدوروا على سنتين تاكسيشن، سنتين تاكسيشن. بس إذا أنا مثلاً I never claim my taxes وقلت لهم أنا ما بقدر أسوي proof إني نزل الدخل تبعي، هم لازم يشوفوا إنه الدخل انقطع أو تأثر، بناء عليه بينزل الدعم تبعي الويت. إذا هاي بتعتمد على الأوفيسر. يعني أنا 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 نصيحة لراسم، روح قدم إذا معك وراء تثبت إنك كنت تشتغل فول تايم او عندك وقت بعطوك اياه، اكيد شركه اوبر بتعطيك الموضوع او عندك اونلاين. يا فقدم هو الموضوع لسه اصلا جديد وما يعني ما اول مره بقوم كندا بهذا الموضوع لانه مؤقت، فاكيد في شغلات لسه مبهمه وان شاء الله حنقدر نستفسر ان شاء الله. اذا كانت اكثر وضوحا ممكن نستضيف الاخ خالد مره اخرى. انا اعتقد استاذ من أسبوع لأسبوع هتلاقي شوية مستجدات، لأنه بالأولى إنه ترودو لما طلع وأعلن على الحزمة الأولى الفكرة كلها إنه يطمن شريحة من الناس إنه إحنا we are on your back، يعني أنت أوكي، أنا حدعم شوي الاقتصاد وهدي الهلع اللي ممكن يكون عند الناس. أعتقد إنه كل يومين ثلاثة على حسب الطلبات السبايك هذا بعد ما يدرسوه هييجوا بحزم تانية تأدي فئات تانية أو يضبطوا القوانين بشكل إنه تكون واضحة أكثر للناس. طيب أنا عندي سؤالين سريعات. الأول، هل ممكن نعطي نصيحة ذهبية للجميع إنه اللي بشوف حاله قريب ولو بشكل بسيط من أي صنف من الأصناف اللي مذكورة في الدعم الحكومي إنه يروح يقدم، وبعدين إذا طلع ينطبق عليه كل الشروط هياخد المساعدة، إذا لا ينطبق عليه كل الشروط هو مش خسران شيء؟ هذا الأول. الشيء الثاني، من خلال الكلام يبدو إنه إحنا حنمر بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي حكينا عنها مرحلة وجود التريتمنت، وجود العلاج، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة وجود الفاكسين.
مرحلة وجود العلاج بعدها حيكون في يعني انفراج بسيط أو انفراج معين، ليش تحكي بسيط، انفراج معين بمساحة معينة يبدأ الاقتصاد فيها يتنفس والتبادل التجاري ما بين الدول يصير أحسن ويصير في تعزيز للأوضاع الحالية. في تقدير عندنا للوقت هذا كم؟ الشيء الثاني، احنا حكينا المرحلة الأخيرة اللي هي وجود الفاكسين اللي بعديها حتبدأ الانفراج الأكبر، ممكن تاخد سنة أو سنة ونص، وبعدها حكينا محتاجين كمان 6 شهور ليكون في انفتاح كامل زي ما هو كان موجود من قبل. فإحنا بنحكي هون عن مرحلة الأولى إلى وجود التريتمنت، المرحلة الثانية اللي هي سنة ونص، والمرحلة الثالثة ما بعدها ب6 شهور اللي هي سنتين تبدأ الدنيا كلها تنفتح. هل هذا التقسيم صحيح؟ وبناء عليه محتاجين أن نقسم الخطة تبعنا بالاحتياط، احتياط أكبر في فترة الفترة الأولى واحتياط أصغر لحد السنة ونص، وبعد هيك نبدأ الفل أصغر اللي يكون ما بعدها ب6 شهور. هل هذا دقيق ولا في ملاحظات أخرى؟ طب حبدأ بالنقطة الأولى اللي هي الكل يقدم. أعتقد مهم جدا إنه يكون متكس، يعني لأنه ممكن إذا قدمت وما كنت، يعني أنا أمسيوم من كله تكس، بس عشان نكون ما ناس تدخل يعني مشاكل تانية. بس التاكسز أجلوها لشهر 6. لا للسنتين الماضيات. بس إنه لو أنا if I never tax myself أو أنا بقول إشي ومش هو الصحيح وهلأ أفرجيهم إشي تاني، ممكن أدخل بمعطيات أكبر كتير. أوكي، بتحكي عن التاكسز القديمة مش التاكسز تبعت السنة. أوكي. أيوة. يكون عامل التاكسز القديمة تبعته يكون عاملها. لأنه حنيجي بعدين يسوي audit وكتير أشياء حتبين. فطبعا إذا كان أنا متاكس دائما وهيك definitely اللي إله ما إله يقدم. الأثر الإيجابي إنه حيلاقوا له حل لما يكون الستاتستيك عالي حتى لو ما بيطلع له، أو حيبعتوا له إيميل ويقول له شو أدر برامج، شو برامج المساعدات الثانية المتاحة لهيك حالة. الإشي الوحيد إنه ممكن تاخد سبايك، ممكن تاخد شهر قبل ما يرجع لك حد في الإيميل ريلي ويشوفه حسب كيف سرعتهم يعني. فهذه بالنسبة للوقت، بالحالة العادية يمكن أنا ما بدي أدخل من مجال الصيدلة، بس أنا حتكلم بمجال الهيلث كير من الشركات اللي بتسوي ديفلوبمنت لفاكسين أو تريتمنت. بالحالة العادية لما تكون كل أمور بسيطة، خلينا نقول في أمراض مزمنة أو أمراض عادية، الشركات بتحط بادجت وبتقول أنا بدي I want to maintain number of researcher والناس اللي بتشتغل والسامبل، ونمشي في البروسيس العادية. والجوفرمنت اللي أبروفل لهاي الأدوية أو الفاكسين برضو بتقول أنا بدي أخذ 10 شهور مثلا أشوف الدراسة وشوف سامبل 1 وكلينيكال 2 وبارت 3 وبعدين بديك الأبروفل. فبياخدوك ستيجز. أعتقد بالحالة هاي احنا totally away from normal. هتلاقي إن الحكومات مستعجلة تشوف أي حل، فيمكن في مور اسكليشن، ممكن بدل سنة ونص الأشياء تروح بسنة الفاكسين، ممكن أقل حسب الـ government approval هاي to escalate it، صح؟ فما حد يعرف. بس خلينا نقول احنا بالحالة العادية إذا أنا بلان لسنة ونص أنا المفروض أكون ماشي حالي. 6 شهور طبعا أعتقد هذا الرقم الصح، لأنه الحكومة بجتت على 6 شهور، لأنه المدارس موقفة ل6 شهور، لأنه كتير أشياء مأجلة ل4 شهور. فأعتقد أنه إذا أنا سويت كفرج لحالي ل4 شهور أو 6 شهور، أنا أتليست عندي peace of mind أتعامل مع معطيات ومتغيرات تانية ممكن توضح على الساحة. فهذا مهم جدا. طيب اسمحوا لي سؤال أخير دكتور جمال. اللي في مجموعة من الناس بيشتغلوا over the seas، يعني بيشتغلوا مشاريع خارج كندا. الآن خلال فترة الكوفيد 19 صار في مشكلة في البوردرز، فصعب أنهم يتحركوا ويطلعوا ويشتغلوا. هل هدول من الناس اللي تنطبق عليهم الحالات إذا كانوا بيعملوا تاكس فايلز وبيعملوا التاكسين تبعهم؟
ما حددوا المكان. إذا أنا بتاكس الدخل تبعي في كندا وبتاكس الريت تبعي مع إني أنا بشغل overseas yes. أنا حتى الإكسبورتينج والإمبورتينج المفروض إذا كنت employment، إحنا نتكلم إذا كنت بشغل في الإمبلويمنت yes. إذا كنت صاحب شركة يمكن يطلع لي ويج تاني أو سبسيدري تاني، بس إذا كنت في الإمبورتينج والإكسبورتينج yes. أوكي. أنا حاب أركز على شغلة إنه لسه البرنامج هذا يعني مرة تانية نحكي إنه هو جديد من البرامج اللي أول مرة تستحدثها كندا ويمكن دول كتير برضو لأنه الأزمة، فإن شاء الله راح يكون عندنا معلومات أكثر عنه قريبا جدا، وراح يكون كيف طريقة التقديم. طريقة التقديم الكل بيحكي عن طريق CRA لكن لحد الآن ما فتحوها لأنه it wasn't approved by the parliament بعدين by the governor general. it's a procedures يعني، وراح يمشي إن شاء الله لأنهم كلهم متفقين عليه. طبعا يأسفني أنا أقول لكم أن الوقت يداهمنا، وصلنا إلى نهاية الحوار، و كان حوار جدا سلس ورائع مع أخونا الأستاذ خالد. يعني أول شيء أنا بدي أرجع أكرر شكري أنا والأستاذ محمد لتطوعه ومبادرته بتواصل معنا، وأنه أنا مستعد أعطي خبرتي باللي أستطيع فيه لأبناء الجالية العربية ويعطينا وقته، فأشكره جزير الشكر وإن شاء الله في ميزان حسناته. وندعو أي شخص بجد في حاله القدرة والمعرفة على إفادة الآخرين، بالعكس هذا وقت جيد إنه نتبادل الخبرات. لقاءنا كان شيق جدا ورائع وجميل. رح يكون غدا معنا موعد مع لقاء غريب وجديد من نوعه. راح نستضيف زميل وصديق وأخ الدكتور علي الوعري، هو أخصائي جراحة صدرية من مدينة ووهان، من أحد الفرونت لاينر، من الناس اللي بقوا في مدينة ووهان ورفض يطلع، كان دائما مواكبنا بالأخبار أولا بأول. سيتحدث عن تجربة أهل ووهان والتجربة الشعب الصيني كيف قدر يطلع من المأزق اللي مر فيه. حنحاول ما نحكي كتير عن الحكومة، لا حنحكي عن الشعب شو سوى كيف تفاعل، لأنه احنا هدفنا الآن انه نوصل رسالة لأبناء شعبنا العربي في كندا وفي العالم كله. قد تصل هذه الرسالة ان شاء الله، الحكومات في ناس تانية توصلها رسائل. فإن شاء الله راح يكون لنا لقاء غدا الساعة 8، طبعا راح يكون صباحا في توقيت الصين، لكن الدكتور استعد يصحى بكير قبل ما يروح على شغله. فنشكر الشكر الجزير، برجع بكرر شكري وامتناني للأستاذ خالد صديقي وأخي وعزيزي الأستاذ محمد، نشكرك على الحوار الرائع، وإن شاء الله نراكم غدا في حلقة ثانية. إذا في آخر كلمات حابين تحكوها أستاذ خالد، أستاذ محمد حاب تحكي شيء؟ أنا حاب أشكر الأستاذ خالد شكر جزيل، وحاب أدعو الجميع أنه يكون على نفس المنوال، وأي واحد بيشوف في نفسه الكفاءة في أي مجال، في أي مجال يفيد فيه إخواننا وأصدقائنا في مجتمعنا العربي، فإحنا يعني قلوبنا وصدورنا مفتوحة جدا. إذا هو وجد أنه نستحق هذا الشرف العظيم أنه يكون موجود معنا، وبشكر بكرر شكر الأستاذ خالد، وأتمنى أنه يترك لنا يعني أي رابط له، علشان إذا في حدا بحب يتواصل معه، وبالإضافة للتمبلتس اللي حكينا فيها. وشكرا جزيلا، جزاكم الله خير على المجهود صراحة. أنتوا السباقين يعني، وإن شاء الله يكون يعني سعد حتى لو أفتح باب معين أنه للناس تفكر فيه. وشكرا جدا للمجهود، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم، شكرا لكم. وصوفيا اهلا وسهلا، صوفيا اشترك دخلت معنا، اهلا صوفيا. تصبحون على خير، وان شاء الله نراكم في حلقات قريبه. غدا انتظرونا في حلقه التجربه الصينيه مع الدكتور علي الوعري من مدينه ووهان الصينيه. السلام عليكم. السلام عليكم.